شمال غابات إفريقيا. هنا يوجد أكوان مفترسات قاتلة، والقانون في هذه المنطقة هو البقاء للأقوى، نظرا لوجود بعض أفضل المفترسات من آكلة اللحوم فإنها تهيمن على أفضل الأماكن في غابات بيتسوانا. يوفر المستنقع مكانا سريا لتخبئة اللحوم خلال موسم الأمطار. تقطع أفراس النهر مسافات كبيرة ومساحات شاسعة من الغطاء النباتي، مما يشكل طرق سريعة تحت الماء. إنها أحد أخطر الثدييات في إفريقيا، فهي شديدة التشبث في منطقتها. يهيمن هذا الصقر الضخم على هذه البقعة الرئيسية من منطقة بيتسوانا. يبدو شبيها بحيوان أليف، لكن يجب عدم العبث معه لأنه ينقلب إلى وحش لا يقهر. هنالك ذكر دخيل يشير بإشارته إنه يطالب بهذه المنطقة، لكن ليس بدون قتال، وسوف تكون العواقب وخيمة لكلا الجانبين. تنشأ المعارك بينهم من أجل السيطرة والنفوذ على المنطقة. يزن هذا الضخم وزن سيارة كبيرة، وله أنياب حادة مجهزة من أجل أي معارك شرسة قادمة. وهنا تبدأ المعركة بين فرس النهر والدخيل الآخر في معركة تسمع أصواتها أرجاء المنطقة بأكملها. وتستمر المعركة بقتال شرس للغاية، ولكن الدخيل هنا كبير في العمر ولا يقدر على مواجهة لوقت أطول. وبعد دقائق من القتال المتواصل ينسحب الدخيل ويغادر المنطقة. وفي هذا المقطع نشاهد أشجع حيوان على البرية، برغم من صغر حجمه إلى أنه لا يهاب أي حيوان في البرية ويهاجم أي كائن يعترض طريقه. فهذا الحيوان مسجل في موسوعة جينيس كأكثر حيوان عدواني ولا يخاف من أي حيوان آخر. وذلك الحيوان المدهش يستمر في المعارك لوقت طويل بلا تعب أو إرهاق، ويقاتل أي حيوان بطريقة وحشية وعنيفة للغاية حتى لو كان العدو أكبر حجما. جلده سميك جدا لدرجة أن السهام والحربات البشرية لا تخترق جلده بسهولة، وحتى إذا حاولت ضربه بسطور فلن تخترق جلده إلا بعد عدة ضربات عديدة ومتتالية. ومع ذلك فهو مرن جدا ورشيق بشكل كبير، ويشكل خطرا كبيرا على أي حيوان آخر، وهو منيع وحسين تماما ضد جميع أنواع السموم. ويعتبر أكثر كائن يخشى منه الثعابين، ويمثل أسوأ كوبيسهم. مهما حاولوا حقنه بالسم فلا يؤثر فيه أبدا، وحتى إذ نجحت أقوى الثعابين بحقنه في السم في مكان حساس، فإن أسوأ سيناريو هو أن يغمى عليه ساعة على الأكثر وبعدها يفيق ويمضي في طريقه وكأن شيء لم يكن، ويواجه الكوبرا وجها لوجه ويأكلها كأنها دود قز ولا يؤثر فيه أي سم. وهنا مشهد آخر لحيوان مفترس، إنه أسد الجبال المرعب. يعد أسد الجبال المرعب من حيوان صياد ماهرا قادر على قتل فرائسه بسرعة كبيرة، وهو قادر على التكيف مع أي بيئة يعيش فيها. لأسد الجبال العشرات من الأسماء المختلفة، وذلك بسبب مناطق انتشار واسعة على مستوى العالم. وهذا المفترس ماهر للغاية في اصطياد الذئاب البرية والفتك بها. هذا المفترس يفضل العيش في كل الأماكن كثيفة الأشجار، مما يسهل اختباؤه ونصب كمائن للفرائس الأخرى. وفي هذا المقطع معركة شرسة بين أسد الجبال وذئب النخيل، ويستخدم كل منهم أسلحته الفتاكة للفوز في المعركة. وتستمر المعركة لدقائق قليلة في مشاهد تحبس الأنفاس حقا، ولكن هنا ينتهي القتال بلا فائز وتنتهي المعركة. وهنا هذا وحش آخر، هو حيوانات البرسون الأمريكية التي تتواجد في مراعي أمريكا الشمالية، وهي تتحرك في قطعان ضخمة من أجل صد أي هجوم من أي مفترس يتعرض طريقهم. ولكن هنا يوجد مفترس غاية في الذكاء والشراسة، إنه الذئاب البرية. هاجم الذئاب البرية هذا القطيع من البرسون، والذئاب حين ترصد
وتباغت أي فريسة فإنها لا تعرف طعن الرحمة. ولكن حيوان البرسون ليس بالفريسة السهلة، فهذا الحيوان معروف بقوته الجسدية الرهيبة. وبدأت الذئاب الشرسة في الهجوم، وحاول حيوان البرسون الهروب، ولكن الذئاب هنا كانت ذكية للغاية وتحاول دائما فصل الضعيف عن باقي قطيع. وبسبب الهروب المتدافع تسبب قطعان في وقوع واحدة منهم عن طريق الخطأ. وهنا تحاول صور البرسون إفلات الضحية من الذئاب المرعبة، ولكن تأخر الوقت واستولت الذئاب على الفريسة. وفي هذا المشهد المرعب يحاول حيوان البرسون إنقاذ صغيره من الذئاب المتربصة. الذئاب البرية وحش كاسر نشيط للغاية، ولا يترك فريسة على الأرض بدون مهاجمتها. قد تصف الذئاب بقدرتها على مطاردة الفرائس لمسافات طويلة بدون تعب أو ملل. وتستمر هنا الأم في الدفاع عن صغيرها أمام الذئاب الجائحة. وهذا الصور الهائج يحاول الدفاع عن صغيرته مرات ومرات من المفترسات الذكية. سبحان الله، إنها غريزة الأم في الدفاع عن صغرها مهما كلفها الأمر. ولكن هل تستطيع البرسون الاستمرار في هذه المعركة؟ حيوان البرسون قوته الجسدية تساعده في هذا الأمر حقا. وبالفعل تنجح الأم في الهروب بالصغير والنجاة من أخطر المفترسات فتكا. والآن عزيزي المشاهد، ما رأيك استجاب الذئب واحد أمام مثور البرسون؟ من الأقوى؟ اترك لنا تعليق برأيك، ولا تنسى الاشتراك والإعجاب بالمقطع للاستمرار في هذا النوع من المحتوى.